بغيت نقول احنا هنايا ربي اللي عالم علينا، احنا مازالين كنعاني وكنقاسي ومن جوج نتاع الموتى ماشي وحده، جوج اللي ماتوا لنا ماشي وحده، والناس والاخبار الخاطئه كيحطوا الاخبار اللي ما عندها حتى شي علاقه بالحقيقه، كيقولوا انها قطعها ما كاين لا تقطع ما كاين حتى شي حاجه. غير بغيت نعرف للناس ان انا وعائلتي وخوتي هما الوحيدين اللي عارفين وشايفين، ما كاين حتى واحد غادي يعرف اختي اخواتاتي اكثر مني. انا غزلان اختي ما تقطعات، ما ماتت مخنوقه، ما تقطعات ما حتى حاجه. فوزيه اختي ماتت بالصدمه نتاع غزلان، ما كاين لا فيديو لا حتى شي حاجه. وتنطلبوا من هاد القنوات هادو وهاد الميديا ما يديروش هادشي، راه عيب وعار. بحال تيزيدو تيحرقونا حنا وهي ما مقطعه ما والو، بحال هاد ديك تي في. باش عرفتوا نتوما هادشي منين جاكم هاد الخبار، منين جاكم هادشي، وحنا غادي نتابعوهم قضائيا حنا. ونزيدكم واحد الحاجه، التصويره اللي حاطين تماك انا ماشي اختي نهائيا، احنا غادي نحطوا اللي بغى يعرف الحقيقه ويعرف يمشي لويسلان نيو، جاوا عندنا وعرفوا الحقيقه وصوروا كل شيء وخداوا كل شيء من فمنا وشافوا كل شيء وشافوا الفيديوهات. بليز رحموا. عندنا واحد الفيديو فاش غسلوها وكفنوها وكل شيء، عندنا الفيديو فاش تغسلات وتكفنات، وعندنا الفيديو فاش تحطات في الصندوق، وعندنا الفيديو فاش جات توصلوها حتى المطار، حتى جات عندنا فيديوهات، عندنا كل شيء. كاين حتى الاوراق ديال الطبيب اللي صيفطوا لنا من ليه وهاد البولي داكشي، كاينين الاوراق نتاع الطبيب، كاينين الاوراق نتاع البوليس، كاين كل شيء. بغيت غير نشكر كل الناس اللي وقفوا معنا وساندونا في هذه المحنه وكانوا في جنبنا. الدار ديما عامره علينا، ديما كيجيو ويوقفوا معنا ويوقفوا في جنبنا ويبكيو معنا، وكنشوفهم مألمين. هما حسسوني انني هما مألمين اكثر منا حنايا اللي خوتها ووالديها وكل شيء. شكرا بزاف. وكنشكر كل المغاربه اللي لداخل وخارج المغرب، اللي في امريكا وفي اوروبا، اللي كان كيوصلوني التعازي نتاعهم، ما كنعرفهمش، ما كي غير كيعيطوا باش يعزوني وباش يقولوا لي باش يوقفوا معايا. شكرا بزاف. وان شاء الله يا ربي يرحم خواتاتي ويوسع لهم ويجعلهم من اهل الجنه يا رب.